اسم عبد الحكيم غفران، جيت هنا كنت شامل مدينة سيدي بنور، جيت هنا باش نقدم المقاولة ديالي لهاد القافلة، قافلة الإبداع، اسبيرون تعجبهم الأفكار اللي قدمنا ومولنا المشروع ديالنا. الفكرة هي مقاولة زراعية كتهتم بالتدجين وتربية المواشي باستعمال الطاقات البديلة والأعلاف البيولوجية. فكرة من قديم، أن الناس دابا ولات كتوجه لكل ما هو بيولوجي، أصبحت كتفادى شي حاجة مصنعة، دونك هذا هو السورس ديال ليدي. عبد الرزاق فاضل، كنتواجد هنا في سيدي بنور، كنعمل مجال الخياطة. جيت هنا لهاد المقاولة وبغيت نستافد أنا من القافلة ديال الإبداع ديال هنا في سيدي بنور. عطوني واحد الملف وقال لي غادي تعمري وغادي، وكنتمنى من الله هادشي يتحققون. هاد القافلة غنية عن التعريف، كل شيء معروف وكل شيء، يعني فهمتي، كاين إشارات، كاين وتواصلنا بداك الشيء وجينا بغينا نستافد. أنا عندي المشروع ديال الخياطة، وفهمتي بغيت زعما نزيد نكبر المشروع ونزيد قدام، باقي إنسان مبتدئ. بديت دابا واحد شي عامين دابا، ولكن خاصني واحد راس المال باش نزيد شويه لقدام، ولكن هادشي فهمتي، يعني بصح الفكره رائعه للشباب.